اهلا وسهلا بيكم. انا دكتور محسن نصير، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم. النهارده هنكلمكم على مشكله بتقابل الدكاتره والستات الحوامل، وهي الولاده المبكره. الولاده المبكره هي وتعريفها ان هو الولاده اللي بتتم قبل ما تتم الحمل 37 اسبوع، ولها اسباب كتيره جدا. ممكن اسباب عامه، وممكن اسباب تخص الام نفسها وتخص الجنين او تخص الثلاثه مع بعض. طبعا يعني الولاده المبكره مشكلتها في حاجتين، مشكله بالنسبه للبيبي وبالنسبه للام او للجنين بالمعنى الاصح. من ضمن الاسباب اللي هي موجوده ممكن تكون اسباب اللي هو بالنسبه للام، ممكن في اسباب، في حاجات كتير جدا بتبقى موجوده عندها تؤدي الى ولاده مبكره، منها والناس ما بتاخدش بالها منها، وهي الالتهابات المتكرره اللي موجوده في المهبل، ودي بتؤدي الى حدوث التهابات في عنق الرحم والتهابات في الغشاء الليمفاوي، مما يؤدي الى اللي هو بنسميه الانفجار جيب المياه او نزول المياه قبل ميعاد الولاده، ودي بيدخلها في ولاده مبكره. برضو في حاجات تانية اللي هو ممكن يكون من ضمنها في بالنسبه للسيده نفسها، في حالات ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم عند الام برضو، دي بتؤدي احنا ساعات هي حتى لما ما بتولدش مبكرا احنا بنحاول نولدها قبل الميعاد، لان بيبقى في مشاكل مع الحمل مع السكر. وبرضو من ضمن الاسباب اللي موجوده في الولاده المبكره برضو بالنسبه للام، هو العيوب ممكن تكون خلقيه موجوده في الرحم، اللي هو ساعات اللي هو الرحم اللي هو فيه حاجز موجود في الرحم او رحم ذو القرنين، او في وجود عيب في عنق الرحم او اتساع في عنق الرحم نتيجه عمليات سابقه قبل كده، وده بيؤدي الى ممكن يؤدي الى الاجهاض او الولاده المبكره قبل ميعاد الولاده. وممكن يكون في اسباب في الجنين نفسه، وهو كميه اللي هو بيسموه اللي هو الحمل التوأمي، او اللي هو ممكن يكون توأم او تريبلت او يعني ثلاثه او اربعه، ده بيزود نسبه حدوث الولاده المبكره. برضو اللي هو زياده كميه السائل الامنيوسي موجود فيها بيارد ممكن يؤدي لنا الى ولاده مبكره. في الولاده المبكره ممكن كمان تبقى من ضمن الاسباب الاساسيه بتاعتها اللي هو زي ما قلت في الاول خالص، اللي هو ممكن يبقى فيه التهابات موجوده، والتهابات ممكن دي تؤدي الى حدوث التهاب في عنق الرحم وحدوث التهاب في الغشيه بتاعت السائل الامنيوسي، وبالتالي يحصل انفجار في جيب المياه مبكر، او بيبقى الالتهاب ده يؤدي الى الدكتور نفسه ممكن يعني يؤدي الى انهاء الحمل في هذه الفتره. المشكلة بتاعت برضو ان هي مشكلة الجنين نفسه اللي بينزل قبل الميعاد، مشكلته في مشكلة ان هو بيحتاج حضانات. فعندنا طبعا في مصر هنا مشكلتنا في الحضانات اللي موجودة، انها ممكن ما تبقاش بتبقى الافيلابيليتي او وجودها متواجدة في كل المستشفيات، ولازم عشان كده يبقى نجهز قبل الولادة حكاية الموضوع اللي هو تجهيز الحضانات. المشكله الثانيه المهمه جدا هنا ان احنا ازاي امنع حدوث الولاده المبكره، وهي طبعا في حاجات كتيره جدا على حسب السبب. طبعا اللي هي كل اللي منبه عليه اكتر، وهو الرعايه التامه قبل الولاده، وده مهم جدا ان انا بشوف الست اللي عندها ممكن يكون عندها انيميا، ممكن يكون ارتفاع الضغط، ممكن اكتشفه بدري، وبالتالي لو انا اكتشفت هذا الارتفاع في ضغط الدم في وقت بدري ممكن اقدر اعمل عليه كنترول، وبالتالي اوصل لبر الامان والتشخيص برضو المبكر ليه في اثناء الحمل، ان انا بعرف ان اذا كان في توأم او الثلاثه او اكتر، وخاصه زادت بعد عمليات الحقن المجهري ان احنا بيبقى عدد الاجنه بتبقى كتير، وبالتالي ممكن تؤدي الى ولاده مبكره. فالرعايه المهمه جدا قبل الولادة مهمة جدا في ان انا تشخيص، نمرة اتنين تجهيز الام نفسيا وتجهيز، والطبيب يبقى عارف كويس قوي اللي هو في تحديد الميعاد الولادة او عند حدوث الولادة او حدوث علامات الولادة المبكرة لازم ننتقل الى مستشفى مجهزة وفيها حضانات، وبالتالي يبقى احنا دلوقتي يعني بنتجنب المشكلة من البداية،
بالرعاية التامة للأم ومن أول ما تحمل، وخاصة لو كان عندها تاريخ قبل كده إن في ولادة بكرة حصلت قبل كده أو تكرار إجهاض قبل كده، فبالتالي ممكن نكتشفه بدري وقبل ما يحصل حمل نعالج المشكلة الأساسية زي وجود اللي هو الحاجز الرحمي أو وجود الرحم ذو قرنين أو وجود في أورام موجودة في الرحم ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة. في الآخر طبعا نتمنى للناس كلها الصحة التامة والرعاية بحسن الرعاية أثناء الحمل، ممكن نقدر نوصل لحل مشكلة الولادة المبكرة، ونركز أكتر عليها بالنسبة لتجهيز الحالة وتجهيز المستشفى في وجود حضانات تبقى جاهزة لاستقبال المولد. شكرا.